وبشار للمرة الثانية سير هانج، للمرة الثانية سير هانج، سير هانج للمرة الثانية يمنع الكرة من معانقة الشباك الأوليرية. وحكم المباراة هو سيد الموقف، هاي الإعادة. خطأ هو الجوية في الهجوم، أربيل في الدفاع والراسية، كاد أن يأتي الهدف التي تريح دفاعات أربيل، وبالتالي ها هي الإعادة، الإعادة للرأسية، رأسية عماد والتصدي الأروع لسير هانج. إذن سير هانج والكرة الأمامية الآن يتحول الهجوم فريق حمادي، ممتازة لسير هانج، توقيت صحيح، تبقى الكرة مع عماد، عماد يسدد، عماد يصوب، وسير هانج يتصدى ببسالة، سير هانج يتصدى ببسالة، وحصار جوي ومظفر جبار يطلب من لاعبي أربيل التراجع، وجوية في الهجوم، أربيل في الدفاع، جوية متقدم بأكمله، وأربيل متراجع بأكمله، وكرة هدف ثاني، كرة هدف ثاني تصل سهلة بأحضان سير هانج، تصل سهلة بأحضان سير هانج. سير هانج لغاية الآن هو رجل المباراة، تصدى على أقل تقدير لكرتين خطيرتين أو ثلاث كرات مع هذه الكرة، رأسية عماد في الشوط الأول.